حلب. أنا هوايتي إنه أنا أرقص من أكثر من 10 سنين، انتسبت لكذا فرقة بمدينة حلب بتدرج معين، يعني لما وصلت لمستوى أنا أحسن أكون مجموعة بتحب الرقص. مانن محترفين بس هن أشخاص حبوا إنه يعني يطوروا هي الموهبة عندهم ويطلعوا على المسرح، لأنه هذا المسرح نحن بنشوفه هون شوي له فن الراقي اللي رح يوصل رسائل كثيرة للناس، رح فعلا ممكن يخلي المجتمع يرتقي بمستوى تاني ويخلي الناس فعلا تقدر هذا الفن اللي يمكن صعب الناس تقدروا عنه هون بحلب كويس. لذلك هاي المجموعة يعني مكونة تقريبا من 25 ل 30 راقص من كل الأعمار. قدمنا كذا عرض في حلب بكذا مسرح. كيف صرنا مكونة المجموعة؟ تقريبا سنة ونص. تكونت بظل الحرب اللي كانت، يعني هذيك السنة كان بظروف صعبة بحلب، بس رغم هيك كان في شباب حبوا انه يعملوا هذا الشيء، حبوا يمارسوا هاي الهواية اللي كثير بتأثر على حياتهم نفسيا حتى وللناس كرسالة، واستمرينا بهذا الموضوع تقريبا صلنا السنة وطفينا السنة على سنة وشهرين تقريبا. هلا عم نحضر لعرض راح يتقدم بعد 3 أسابيع، رح نقدم فيه عروض فلكلورية، عروض منوعة، عروض بتمثل كافة الفئات بحلب، بسوريا، بأوروبا، بكل العالم. صامك عشق الأمر ميت بأسهل